بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا إن شاء الله إجابة يونت 2 الوحدة الثانية بوكس أند ريدنج في كتاب الأكتيفيتي بوك. هنحل مع بعض إن شاء الله. إحنا كده كده شرحنا الوحدة، شرحناها أول حاجة، شرحنا الدرس الأول بالتفصيل وقلنا قصة الكتب والقراية، بعدين شرحنا القاعدة في فيديو لوحده بالتفصيل، بعدين شرحنا آخر الوحدة وقصة اللي كان تايه ورجع، وكل ده موجود على القناة. النهاردة جايين إن شاء الله نحل الأكتيفيتي بوك، الكتاب بتاع الوحدة التانية. طيب أول حاجة عاوز نكمل، بيقول لي this is a historical story، هو حل الأولى، تمام، لأن دي قصة تاريخية، ما ينفعش اختار غير قصة تاريخية لأنها بتتكلم عن الفيروز الفراعنة. اتنين، نقط help the police in their work، طبعا هناخد detective اللي هي تنفع بمعنى محقق اللي خدناها السنة اللي فاتت في قصة شارلوك هولمز. تلاتة، يبقى أول حاجة detective. اتنين، the note of the book، هاخد title، عنوان الكتاب اسمه نيو هالو، عنوان كتابك انت اللي انت بتدرسه اسمه نيو هالو، لو بصيت عليه من بره هتلاقي مكتوب عليه نيو هالو، يبقى ده العنوان، ده التايتل بتاعه. اخر حاجه اي وانت تو سي ذا فيلم، عايز اشوف فيلم بيكوز ذا ريفيو، عشان المقال اللي انا قريتها مثلا في الجورنال بتقول ان الفيلم ده كان كويس. ده اول سؤال. تاني سؤال، عايزين نصحح الخطا. السؤال ده على اولى ثانوي، ان احنا نكتشف الخطا ونصححه، تمام، يعني مهاره مبتدعه، فاحنا عايزين ايه، طالما كده كده هيبقى علينا السنه الجايه ان شاء الله نعيش، خلاص نتدرب عليه من دلوقتي. اول جمله بيقول لي there are least english cars، عربيات بتتعدى، فما ينفعش اخد least، هاخد fewer لان في كلمه زين والعربيات بتتعدى، فهضطر اخد مين، fewer. الثانيه 1.6 liters is the fewest amount، يعني 1.6 لتر دي اقل كميه من الميه الwoman should drink، تشربها every day، تشربها الست للنساء كل يوم. طبعا بما ان كمية مية ما تتعدش فما تنفعش معاهم مين، فيوست، فهضطر اخد مين، ذا ليست، هاخد كلمة ذا ليست. طيب ماشي. رقم ثلاثة، there are very less people، less people ازاي، طيب people بتتعد فما ينفعش تاخد less خالص، يبقى هضطر اقول ايه، few people، less هيبقى few. طيب اربعة، the tour guide، المرشد السياحي said that 10 is the least number of tourists she can talk on the boat trip. الجملة دي عاملة دوشة ولخبطة شوية، فكلمة less the number انت حليت الجملة دي في كتاب المدرسة في الصفحة التانية، الدرس التاني من الوحدة التانية، حليناها the fewest عشان كلمة number of tourists عدد السياح، فطبعا هي تنفع the least وتنفع the fewest، تنفع الاثنين، لو الاستاذ قالها the fewest تمشي، لو قالها the least تمشي، تمام، يبقى الاثنين صح. طيب خمسة، the hotel was noisy، hotel الفندق كان noisy يعني في دوشة كتير. طيب ماشي، so they had few sleep يعني نوم، النوم ما بيتعدش، يبقى بضطر ان انا ابدل few بايه، بليتل، تمام. طيب بعدين very little people ازاي، طيب little people مينفعش خالص، people ناس بتتعد، مينفعش تاخد little، يبقى لازم ابدل little بمين، بfew. هنعيد من تاني واحد، قلنا fewest هتبقى least، التالتة هتبقى كلمة less بfew، الرابعة هتبقى the least او the fewest، الخامسة هنبدل كلمة few ب little، الاخيرة هنبدل كلمة little ب few. هنا بقى بيقول لي جاوب على الاسئلة، which weighs the least، ايهما يزن اقل، يا ترى air water or oil، اخف حاجة ايه، الهواء ولا المية ولا الزيت، طبعا الاجابة air الهواء، تمام. السؤال الثاني، what is the least time you have to spend doing، what is the least time، ما هو الوقت الاقل، ما هو، معلش الصورة عملت ثانية واحدة،
What is the least time you have to you have spent الوقت اللي بتقضيه doing your homework اللي بتعمل الواجب فيه؟ ممكن اقول an hour ساعة, two hours ساعتين, زي ما انت عايز اي وقت بقى. Do few tourists, هل قليل من السياح in your visit your area بيزوروا منطقتك, or do many, لا انت قول few بما ان السياح قليلين يعني. هنا بقى match the words and their meanings. اول واحدة adventure اللي هي مغامرة, وصلها لنا ب something unusual, حاجة على غير العادة, exciting ومثيرة, and maybe dangerous, ربما تكون خطيرة. Number two, character. character اللي هي شخصية. بيقول لي بقى character هنوصلها ببي, هنوصلها بسي, هنوصلها بسي, person in a book, شخصية في كتاب او في بلاي مسرحية او في فيلم. ويك, تلاتة, ويك يعني ضعيف, هنوالها بإي, not strong, ليس قويا. أربعة, summary اللي هو التلخيص أو ملخص لحاجة معين, هنوصلها بإي, text that gives the most important information about something. text نص gives the most, بيعطيك معظم الimportant information, المعلومات المهمة عن شيء ما. ستة, tremble اللي هي سوري, خمسة, tremble يهتز او يرتعش, هنوصلها بدي, shake a little, يهتز قليلا, when you are afraid, لما تبقى خايف, worried or excited او excited او خايف من حاجة معينة. طيب هندخل على السؤال اللي بعديه, هو سؤال rewrite. اول جملة بتقول not many people, مش ناس كتيرة بتحب الكتب او الروايات التاريخية, استخدم فيو. طبعا اروح حايش not many وحطت فيو بس. طيب I would like to read, انا عايز اقرأ this detective story but I don't have much time, ما عنديش وقت كتير, استخدم نيتين. يبقى هنزل بنص الجملة الاولاني زي ما هو لحد هنا, واكتب but I, اشيل don't دي خالص وحط بالmuch little. هكتب لكم الاجابات في الديسكريبشن, هقول but I have little time, بس but I have little time, تبقى هي دي الإجابة. طيب رودينا has more books in her bag than ملك, طبعا شرحنا الكلام ده بالتفصيل ورا, عايز فيور, فأنا هبدل ملك رودينا, يعني هجيب ملك الأول واجيب رودينا في الآخر, وبدل كلمة more بكلمة فيور, تصبح الإجابة ملك has fewer books in her bag than رودينا. تمام. طيب أربعة, I don't have as much interest in adventure stories as I do in mysteries, عاوز يستخدم less. هو طبعا بيقول I don't have أنا ما عنديش اهتمام كتير بقصص المغامرات, as I do زي ما عندي في قصص المسترس القصة الغامرة, عايز less. الإجابة هتبقى I have, يعني هشيل don't, هشيل don't واقول I have, اشيل as much دي خالص واحط مكانها less المطلوبة, I have less interest in adventure stories, واشيل as واقول than in mystery. تاني, I have less interest in adventure stories than in mysteries. تمام. كمل الجدول او كمل المحادثة اللي جاية. طبعا did you like the film, انت حبيت الفيلم؟ قال له no I didn't understand it, انا ما فهمتوش. طب did the film space you feel frightened, هل الفيلم ده خل the film make, يبقى رقم اتنين هتبقى make. did the film make, هن هنا هو make you feel frightened, some of it did, البعض منه كنت خايف شوية, it also made me feel sad, برضو زعلت وكنت حزين لما شفته, خلاني حزين. how did you space, اكيد feel, واضحة دي بقى, how did you feel, شعرت بايه, وين احمد ريتند لما احمد رجع, قال I didn't understand, انا ما فهمش اصلا, why was طه so space, so excited, ليه كان طه مندهش to see احمد عشان شافه, طبعا قال لي احمد was his brother, كان اخوه, he lost so, اخر مرة شافه كان من 10 سنين, قال له انا ما كنتش اعرف ان اصلا طه اخو احمد, راح حازم ساله سؤال دو, يبقى اكيد هاو بقى طالما في اول الكلام, هاو دو يو فيل, كيف تشعر عن الفيلم دلوقتي لما انت فهمت قصته, اي اندرستاند, انا فهمته دلوقتي, اي دونت فيل ساد, انا لا اشعر بالايه بالحزن. تمام. طيب
write a paragraph, اكتب paragraph about your favorite Egyptian writer. اكتب عن paragraph عن الكاتب المشهور اللي انت بتحبه المصري. ممكن تكتب عن طه حسين، تقول مثلا طه حسين is a good writer، كاتب كويس. بعد كده ممكن تقول طه حسين's novels، رواياته او stories، القصص بتاعته make me feel happy، اشعر بسعادة كده. يعني تعمل كم جملة على الكاتب. هنخش على السؤال اللي بعده. كمل الجمل، استخدم الكلمة اللي بين الأقواس. مازن mother، أم مازن، is a carer، a carer هو جاب لي كير وعايزنا صححها carer، فأنا مازن mother is a carer، هو حل الأولى علشان بتساعد إيه هو الناس الكبار. طيب there were eggs، في بيض، in it، في بيض في الحاجة دي. So we were very careful. تاني إجابة هتبقى careful، careful يعني حريص. يبقى careful يعني حريص، احنا لازم نبقى حريصين علشان فيها eggs اللي هو بيض. طيب رقم 3 بيقول لي احمد drove very carefully، عاوز يعرفني هنا استخدم صفة. تمام، هنا بقى very careful كانت صفة، هنا ظرف بقى، طالما ان هو سائل عربية يبقى carefully بعناية. تعال على السؤال اللي بعديه عشان الفيديو كده طول قوي. you have heard of the writer، انت سمعت عن الكاتب Daniel Defoe اللي هو I don't ولا I haven't sorry don't you ولا haven't you؟ طبعا haven't you عشان ده سؤال مزيل اللي خدناه السنة اللي فاتت في تاني اعدادي. فهنا طبعا have بدأ بhave، يبقى هنا لازم تبقى ايه haven't you. one of my favorite novels، احدى الروايات بتاعته، احدى الروايات بتاعته كاركتر الشخصية او احدى روية، هنختار واحدة من دول. احنا طبعا هناخد نوفلز، واحدة من النوفلز بتاعته باي دانيال ديفوي، it was called Robinson Crusoe اللي كانت خدناها في تاني اعدادي الترم الاول. it's about a boy، عبارة عن ولد، who wants to become a sailor، عاوز يبقى بحار. when he grew up، لما كبر، he traveled سافر to many countries، سافر لبلاد كتيرة، and has many adventures ولا troubles، لا طبعا adventures، has many adventures مغامرات كتيرة. his boat، المركب بتاعه غرق، وعاش for وعاش many years on an island ولا on a valley، لا عاش على جزيرة يبقى on an island. I liked the describe ولا description، حبيت اوصف ولا حبيت الوصف، لا حبيت الوصف. of how he finds food، كيف وجد الطعام، and the place to live، المكان اللي عيش فيه. finally، في النهاية، كروزو meets some other people، قابل ناس تانيين، and returns to England، وعاد انجلترا. some of the story did ولا made me feel sad، طبعا made me feel sad، خلتني اشعر بالحزن. but at the end، ولكن في النهاية، I felt happy، شعرت بالسعادة. it was very enjoyed ولا enjoyable، it was very enjoyable، كانت حاجة ممتعة، لان مش انا اللي مستمتع، القصة اللي كانت ممتعة، story قصة ممتعة، يبقى enjoyable، لان لو enjoyed يبقى انا بقى، انما هنا بقى ايه enjoyable، القصة كانت ممتعة. and هنختار واحدة من دول، characters الشخصيات are wonderful، كانوا رائعين. اخر حاجة write a book review، اكتب لي بقى مقالة، اختار كتاب انت تعرفه كويس ولخص لي القصة زي كده بالظبط، حاول تكتب لي وصف صغير للقصة، قول لنا بقى ايه اهم اجزاء في القصة، الحاجة اللي انت حبيتها، الحاجة اللي انت ما حبيتهاش، قول لنا بقى الكتاب ده خلاك شعرت ايه بالحزن ولا بالسعادة. افتكر دايما انك انت هتعمل المقالة، it's important to include your opinion، انك انت تدينا رأيك في النهاية. ممكن دي نبقى نعملها لكم ان شاء الله، بس هو ايه هتكتب يعني اي قصة انت قريتها ولتكن مثلا زريد هيدد ليج عصبة الشعر الاحمر، تعمل عليها نفس الطريقة كان القصة وتبدأ تقول عنها نقاط كده مهمة وتكتبها تحت في الباراجراف، وبكده نبقى خلصنا إجابة الوحدة التانية كلها. وما تنسوش يا جماعة تعليق تحت الفيديو، إعجاب، أي حاجة أنتوا إيه عايزينها تسألوا فيها، إن شاء الله أجوبكم بإذن الله. والدعاء وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.